وسهلا أعزائنا المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في وقته هل توجد علاقة بين مواعيد الله والصدفة؟ هل الظروف حكم علينا؟ هل يمكن أن تحدث أمور معينة في حياتنا هي التي تتحكم في حياتنا؟ ولا يمكن لأي أحد التدخل فيها؟ هل الظروف تعارض مشيئة الله؟ هل الله هو المتحكم في كل الأمور؟ أسئلة كتير بتدور في عقولنا وبنبحث عن إجابات لها حلقتنا النهاردة عن شخصية متقلبة جدا قوي وضعيف شجاع وجبان شخصية يميزها الإيمان القوي شخصية حلقتنا النهاردة أهلا بيك يا سامح أهلا بك يا داليا عرفت مين اللي هنتكلم عليه النهاردة طبعا طبعا شخصية حلقتنا النهاردة هو بطرس الرسول أو سمعان ابن يونا طبعا بطرس وبطرس أه معنى اسم بطرس كلمة بطرس معناها صخرة واللي لقبه بالاسم ده أه السيد المسيح زي ما بيخبرنا كتاب مقدس في سفر متى الإصحاح 16 والعدد 18 بيقول وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. سمعان بن يونة أو بطرس هو أخو أندراوس صياد السمك مع أبوهم هم بسطاء قوي لكن متدينين دايما بيجروا ورا الحق دايما بيدوروا فين هو الخلاص كان لسمعان مواعيد كتيره قوي اوقات ربنا كان بيجهزه فيها عشان عمل عظيم بيبتدي اول اول ميعاد ولقاء مع المسيح في انجيل لوقا خمسة من واحد ل بيقول كده الكلمات واذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله كان واقفا عند بحيرة جنيسارت فرأى سفينتين واقفتين عند البحر عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان بالصدفة كده دخل سفينتين نهل سمعان يعني وسأله أن يبعد قليلا على البر ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق والقوا شباككم للصيد فأجاب سمعان يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا ولكن على كلمتك ألقي شبكة ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق فلما رأى سمعان بطر ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ إذا اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه كذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كانا شريكي سمعان، فقال يسوع لسمعان: لا تخف من الآن تكون تصطاد الناس، ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه. من أول لقاء نظر المسيح إلى أعماق بطرس وقال له: الآن تكون صياد للناس. مين. ما كانش صدفة إنه يركب السفينة بتاعت سمعان بطرس بالذات ما يركبش السفينة التانية هو كان عايز يقول حاجة ل... لبطرس كان عايز يقول له أنا شايف جواك أنت مش صياد بتاع أكله بس لا ده أنت بتدي هتدي كمان غذاء روحي أمين هو ده كان معاد وقت بطرس إنه هو يبتدي رحلته مع المسيح تمام كمان الكتاب المقدس بيقول لنا ان بطرس كان ليه ثلاث اسماء اسم سمعان بن يونا واسم صفا واسم بطرس وهما الاثنين هو واخوه كانوا صيادين زي ما انت قلت وبطرس عرف المسيح من اخوه اندراوس قبله لانه اندراوس كان ليه معرفه بالمسيح قبليه وبعد كده بطرس عرفه عن طريق يعني عن طريق اخوه وزي ما بيقول لنا الكتاب المقدس عن اندراوس في يوحنا واحد والاعداد 40 و42 بيقول هذا وجد اخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح فجاء به الى يسوع فنظر اليه يسوع وقال انت سمعان بن يونا انت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس ونلاقي ان هو جاب له الثلاث أي... الثلاث اسماء في ايه واحده امين كان عايز يقول له ما فيش فرق كتير في الاسماء قد ما فارق انا عايزك انت بطرس يمكن هتتحول من سمعان لبطرس لكن انا عايزك انت بشخصيتك انت باخطائك انت باندفاعك انت بحالتك زي ما هي كده انا هظبطك وهرتبك وهدربك وهتبقى صياد للناس هو يقدر يغير كل شيء امين امين كان لبطرس معاد جديد عشان يتعلم من المسيح وياخد خبره تقوي شخصيته وايمانه واطلاعه على اسرار كتيره قوي فاصبح سمعان بطرس في كتاب مقدس من اوائل الاسامي اللي لما نيجي نقول اسامي التلاميذ كده دايما بيبقى سمعان بطرس اول اسم او في الاوائل ومن الثلاثة دايما اللي مقربين للمسيح اللي هم كان دايما بياخدهم في أغلب المعجزات بتاعه أو على جبل التجلي أو لما شافوا موسى وإليا معاه وأضاء وجه المسيح كان بطرس ويعقوب ويوحنا أمين. أمين بيقول الكتاب المقدس في إنجيل مرقص والعدد والإصحاح خمسة والعدد سبعة لم يدع أحد يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخو يعقوب وكمان بيذكرهم بولس الرسول كأعمدة للكنيسة في غلاطيا تسعة والعدد اثنين فبيقول فإذ علم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفها ويوحنا المعتبرين المعتبرون أنهم أعمدة أعطوني وبرنابة يمين الشركة كان بطرس بيحب المسيح قوي وبيحب يلتصق بيه جدًا عشان كده لما رجع بعض التلاميذ لما لما ابتدى المسيح يوصف لهم أكتر إن هو خبز الحياة النازل ولازم الناس كلها تاكل منه لما فهموه بالمعنى العادي إن هو يعني إحنا هنقطعك وناكل منك يعني ولا هنعمل إيه؟ ما عجبهمش الكلام وابتدوا بعض الأتباع المسيح يرجعوا لورا ويسيبوه ويمشوا. فالمسيح لما سأل التلاميذ: وانتو كمان هتسيبوني وتمشي؟ انت كمان انتم كمان مش عاجبكم كلامي وهتبعدوا عني؟ فكان هو ده وقت اعلان رائع جدا من سمعان بطرس. بيقول له ايه في يوحنا 6 66 و68 بيقول: وقال الرب الاثنى عشر: ألعلكم انتم ايضا تريدون ان تمضوا؟ أجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك سمعان اكتشف في وقت أعلن لي إن هو ده اللي عنده كل الكلام الكويس هو ده اللي عنده كل الكلام بتاع الحياة الأبدية هو ده اللي عنده الحياة اللي جاية أحسن من اللي احنا فيها سمعان مش في لحظة كده اتغير سمعان شاف شاف جمال المسيح، شاف حلاوة كلام المسيح، شاف التعاليم الصحيحة اللي بيعلمها المسيح. وقت وقت استمتاع، وقت متعة، وقت فرح، وقت بركة جامد جدا لبطرس. أمين. كمان هو أظهر محبته في كلامه لي في في عيد الفصح لما اجتمعوا مع بعض. ولما المسيح بيقول له لما كان المسيح بيقول لهم لتلاميذه كلهم بيقول لهم كلكم تشكون فيا في هذه الليله هو عارف ايه اللي هيحصل طبعا مسبقا فبيقول لهم ان انتوا كلكم الليله ديت هتشكوا فيا فبطرس باندفاعه الشديد العادي خالص قال له وان شك فيك الجميع فانا لا اشك ابدا ولو اضطررت ان اموت معك لا اتركك وبعد كده يرجع ده كان في متى 26 31 ويرجع في لوقا 22 33 يقول له اني مستعد ان امضي أن معك حتى الى السجن والموت يا بطرس يا بطرس انت ما انتش عارف حاجه ما تندفعش مش كل حاجه ليها الاندفاع دوت صحيح ان بطرس انكر المسيح في الوقت دوت بس وهي رجع كده هو بنظرة أول ما أنكره وأول ما تديك إدا بعد الثلاث مرات أنكره فيها المسيح زي ما قاله بالضبط إيه اللي هيحصل لكن أول ما ما عرف غلطته أول ما عرف إنه هو فعلا عمل زي ما المسيح قاله خرج بره والكتاب المقدس بيقول لنا في متى 26 والعدد 75 خرج خارجا وبكى بكاء مرا ندم يعني اه صحيح في اوقات كتيره جدا بتيجي لبطرس مش المفروض ان احنا ناخد الاوقات ديت ونتعامل معاها باستهتار باندفاع بان انا اكون اهوج وانا بتكلم لازم ان انا اكون متاني لازم ان انا اكون حكيم في تصرفاتي ودوت اللي شويه كان بينقص بطرس فيه آه ما انكروش ثلاث مرات عن ضعف ولا عن عدم حب لكنه اتعلم ان هو يحب ازاي بعد الندم اللي هو ندمه في يوحنا 21 17 الكتاب بيقول لنا انت يا رب تعرف كل شيء انت تعلم اني احبك ده لما المسيح ظهر لهم تاني بعد القيامه فجه وبيقول لبطرس بيكم بيتكلم مع بطرس فبيقول له اتحبني اتحبني فبطرس احرج اتضايق يعني انت يا رب عارف ان انا بحبك فقال له انت تعلم اني احبك راح يسوع على طول إبل توبته وقال له وثبته في ارساليته وقال له في يوحنا 21 ارعى غنمي ارعى خرافي امين سالوا السؤال ده المسيح ثلاث مرات اتحبني سالها له ثلاث مرات حاسس كده انه هو بيعوض الثلاث مرات اللي انكره فيها بطرس. حاسس انه بيقول له انا بعوض الانكار باعلانك محبتي. بيني وبينك يا بطرس انا كمان بحبك وبعلنها قدام الدنيا كلها انا مت علشانك وانت هل انت بتحبني؟ طب لو انت بتحبني ارعى غنمي ارعى خرافي. انا هديك من سلطتي ومن مهنتي ان انا برعى كل الناس انت كمان هترعى يا بطرس امين, أمين. اعزائنا المشاهدين بطرس واحد من التلاميذ وقصه مشيقه جدا ليها مواعيد كتير واوقات كتير في التعامل اتدرب واخد تدريب قوي جدا على ايد اعظم معلم المسيح بنفسه علشان يعمل اعمال الرب يسوع في في اوقات ومواعيد كتير لسه نتعرف عليها في الجزء الثاني من الحلقه فاصل قصير وتابعونا اهلا بكم اعزائنا المشاهدين مره ثانيه ده كنا في الجزء الاول من الحلقه بنتكلم عن بطرس وان هو اسمه سمعان وصفا وبطرس واللي اداله اسم بطرس ده المسيح بنفسه وان ازاي سمعان بطرس برغم انه انكر المسيح ثلاث مرات لكن المسيح لما ظهر للتلاميذ ساله ثلاث مرات اتحبني 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 في الاخر بطرس قال له يا رب انت تعرف قد انا بحبك فقال له ارعى غنمي ارعى خرافي امين بطرس اخذ تدريب كويس قوي على دين المسيح كان ربنا بيعده للمهمه الكبيره اللي هيجي فيها كان بيديله اوقات صعبه وبيديله اوقات فرح في معجزات وبيديله اوقات احباط ان هم ما كانوش عارفين يخرجوا مثلا شياطين جم في الاوقات التلاميذ ما كانوش عارفين يعملوا زي المسيح ويخرجوا شياطين كان ده مديهم حاله الاحباط لكن المسيح كان بيشجعهم، يقول لهم صوموا وصلوا عشان تقدروا تعملوا الاعمال اللي انا بعملها. أمين. كان تدريبات كتيرة قوي في أوقات كتيرة قوي بتعدي على التلاميذ. لكن كان في وقت معين بيجهزهم فيه المسيح، اللي هو بعد صعوده للسماء. أمين. سفر أعمال الرسل، الأصحاحات الأولانية فيه بتركز قوي على بطرس ويوحنا والأعمال اللي كانوا بيعملوها. مش عايزين ننسى بطرس والعظة الشهيرة بتاعته اللي في عظة واحدة كسب 3000 نفس للمسيح 3000 نفس في عظة واحدة أمن بالمسيح مم. وكمان العظة بتاعته في الهيكل بعد ما شافها الأعرج أنا بتعجبني قوي قصة قصة بتاع الأعرج دي هنلاقيها في أعمال الرسل صح ثلاثة والأعداد من واحد لثمانية خلينا خلينا نتأمل فيها كده قصة جميلة جدا بتقول إيه؟ وصعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعه الصلاه التاسعه وكان رجل اعرج من بطن امه برضه رجل مولود اعرج رجلي دي مفيش كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسال صدقه من الذين يدخلون الهيكل كان بالنسبه للناس اللي دخل هيكل هيكل اسمه الجميل بس منظر مش جميل اللي على باب الهيكل واحد قاعد في الارض عمال يشحت فهذا لما راى بطرس ويوحنا مزمعين ان يدخل الهيكل سال لياخذ صدقه بيشحت فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر الينا فلاحظهما خلاص انظر الينا خلاص هتدوني فلوس فابتدى الرجل فلاحظهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا فقال بطرس ليس لي فضه ولا ذهب لكن الذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي عارفه متخيله كده الراجل طبعا هو مين يسوع الناصري اللي انت بتقول باسمه؟ هو ده مين, القوة. مين؟ ده القوة مين؟ اللي قومته أمين دي قوة اللي قومته لكن بالنسبة للراجل أنت جاي بتكلمني عن مين مين يسوع ده أنا بقول لك عايز حسن عايز فلوس عايز حاجة آكل تقوم تقول لي باسم يسوع النصري قوم طب قومني بقى بيكمل وأمسكه بيده اليمنى وأقامه بطرس مش بس قال له قوم امشي لا تعالى وانا هوريك ازاي بقوه يسوع بس هتقدر تقوم تمشي كان ميعاد لبطرس ومعاد للراجل الاعرج كمان في نفس الوقت بالظبط كان هو ده وقت بطرس لاعلانه ووقت الاعرج كمان في نفس الوقت دي دي اول معجزه بيحكي لنا عنها كتاب انه بيقوم بيها بطرس بعد صعود المسيح بقوه اسم المسيح فبيقول وامسك بيده اليمنى واقامه ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي ودخل معهما الى الهيكل وهو يمشي ويطفر وبيعمل ايه؟ ويسبح الله. امين امين. المعجزه كلها ان بطرس ما تعظمش المره دي ما جاش الغرور والكبرياء لا ده قال في اسم المسيح. الوقت لما بيجي بيعالج كل شيء. امين. ما اكيد اكيد الله لما كان حاطط له الوقت ان هو يبتدي خدمته ديت لازم كان يشتغل على كل العيوب اللي موجوده في بطرس الاول علشان خاطر يصححها لما يجي الميعاد بتاعه يبقى فعلا ميعاد مظبوط فعلا يستاهل ان هو يكون تلميذ للمسيح ولما بطرس مشي مظبوط وقدم اسم المسيح رجع بعد كده اللي حصلت المعجزه يسبح الله أمين. كل المجد بيرجع لله امين امين كمان الراجل الاعرج دوت وقوفه قدام كل الشعب واظهار ايمانه مجاهره قدام الكل والكهنه ورؤساء اليهود وإعلان إيمانه كان نقدر نقراه في أعمال الرسل الإصحاح 3 والأعداد 12 ل 14 بيقول: فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب أيها الرجال الإسرائيليون ما بالكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون إلينا؟ كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي أن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع. أمين. الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بطلاقة. بإطلاق. بإطلاقه. ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار. امين. وبيقول لنا الكتاب بعد ما الكهنة قبضوا عليهم واستجوبوهم في أعمال 4 و 8 ل 12. حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس مم. وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل ان كنا نفحص اليوم عن احسان الى انسان سقيم بماذا شفي هذا فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل انه باسم المسيح يسوع الناصري الذي صلبتموه انتم الذي اقامه الله من الاموات بذاك وقف هذا أمامك صحيحا هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية وليس بأحد غيره الخلاص مم. لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن أصل أن نخلص مخلص. شوف لما جه الوقت بتاع بطرس ابتدى يعلن بكل جهارة بكل فخر بكل اعتزاز بدون خوف باسم يسوع المسيح، ابتدى يوجه لهم اتهامات ويعريهم كده قدام الناس كلها. امين ما خافش ان هو يعلن كل الاعلانات دي، لا كل التدريب وكل قعدته مع يسوع ركزته قوي ركزته قوي ان هو يوريلهم اخطائهم ان هم اسلموا وصلبوا رجل بار صالح لم يفعل شيء سوى مساعده الناس مم. من اكثر المواقف اللي بتبهرني في قصه بطرس موقف وقت الاضطهاد من هيرودس الملك بيقول لنا الكتاب عن هيرودس واللي بيعمله في الوقت ذلك في ذلك الوقت في في اعمال الرسل 12 من الاعداد من واحد لخمسه في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يده ليسيء الى اناء اناس من الكنيسه فقتل يعقوب اخ يوحنا بالسيف يعقوب اللي هو التلميذ من الثلاثه اللي كان المسيح دايما بياخدهم معاه قطع راسه وإذ رأى أن ذاك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا لما لقى اليهود انبسطوا قوي بقى أن يعقوب مات فقال أعمل في بطرس نفس الموضوع وكانت أيام الفطير ولما أمسكه وضعه في السجن مسلما إياه إلى أربع أرابع من العساكر ليحرسوه ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب فكان بطرس محروسا في السجن وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بالأجاجة إلى الله من أجله بطرس كان مسجون وقوى الشر كلها عمالة تحوم حواليه لكن في قوة جبارة ليه الكنيسة عمالة تصلي بالأجاجة عشان ربنا ينقذ بطرس أمين وبيكمل باقي الأحداث في الأعداد من 6 إلى 11 ولما كان هيرودس مزمعا ان يقدمه كان بطرس في تلك الليله نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن، واذ ملاك الرب اقبل ونور اضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وايقظه قائلا قم عاجلا فسقطت السلسلتين من يديه، وقال له الملاك تمنطق والبس نعليك ففعل هكذا وقال له البس رداءك واتبعني فخرج يتبعه وكان لا يعلم الذي جرب بواسطة الملاك هو حقيقي بل ظن أنه ينظر رؤيا فجاز المحرس الأول والثاني وأتيا إلى الباب الحديدي الذي يؤدي إلى المدينة فانفتح لهما من ذاته فخرج وتقدم زقاقا واحدا وللوقت فاركه الملاك فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكا وأنقذني من يده هيرودس المشكلة بتاعت الملاك إن هو ما كانش ينقذ بطرس المشكلة إن بطرس كان عنده سلام رهيب كان نايم مستغرق جدا 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 في النوم لدرجة الملاك قعد ينغزه في جنبه عشان يصحيه علشان يلبس هدومه اللي هو كان قلاعه ومستريح خالص انت هتتعدم بكره امين لكن كان عنده سلام ان الهه هينقذه ومش هيسيبه اوقات الله عجيبه امين ولا مثيل لها امين ودلوقتي اعزائنا المشاهدين بعد ما تاملنا في قصه بطرس هل لدينا اجوبه عن اسئلتنا الحائره هل توجد علاقه بين مواعيد الله والصدفه هل الظروف حكم علينا هل يمكن ان تحدث امور معينه في حياتنا هي التي تتحكم في حياتنا ولا يمكن لأي أحد التدخل فيها؟ هل الظروف تعارض مشيئة الله؟ هل الله هو المتحكم في كل الأمور؟ صلتنا أن تجدوا الإجابة في عمق جديد وحياة ممتلئة نعمة وبركة مع إلهنا دعونا نصلي يا رب احنا عارفين أن أنت عامل خطة لكل واحد فينا استخدمني يا رب بالطريقة اللي أنت شايفها لتكن مشيئتك ولتكن ارادتك انت يا رب في حياتنا انت اللي عارف وانت اللي مرتب كل شيء تمم مشيئتك وتمم ارادتك وافتح عينينا يا رب علشان نشوف خلاصك الدائم في حياتنا اشكرك لانك دايما بتسمع للصلاه ودايما بتستجيب في اسم المسيح يسوع امين امين احبائي المشاهدين لا تنسوا ان تتواصلوا معنا عن طريق البريد الالكتروني ورقم الهاتف الظاهرين امامكم علي الشاشه سلام الرب معكم والى ان نلقاكم